السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح بعض أرقام الخدمات والطوارئ في سوريا. بعض أرقام الخدمات والطوارئ في سوريا. أول كود معانا هو كود الشكاوي الهاتفية. كود الشكاوي الهاتفية اكتبها بس صح، ورقمها 100. بعد كده الإسعاف 109. بعد كده عندنا الشرطة، رقم الشرطة 112. بعد كده الإطفاء 113. بعد كده عندنا شكاوي 100، رقمها 114. بعد كده عندنا المرور، رقمه 115. بعد كده النجدة العسكرية، شرطة النجدة العسكرية رقمها 116. بعد كده الكهرباء رقمها 117. بعد كده الإسعاف العسكري رقمه 118. بعد كده التموين رقمه 119. بعد كده الاستعلامات رقمه 147. كده بنكون لسه ممكن نقول خدمة تاني اللي هي الساعة الناطقة. مية واحد وخمسين معانا تاني. الأمن الجنائي رقم الأمن الجنائي هو 159. بعد كده الاستعلام الصوتي رقمه 160. بكده بنكون أوضحنا بعض أرقام الخدمات والطوارئ في سوريا. ربنا يرجعها بالخير ان شاء الله، هي واهلنا كلنا سالمين. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنوا فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.